يا صباح الخير والهنا عليكم مشاهدينا الكرام، برحب بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم سر الحكاية. في كل حلقة بنجيب أسرار ناس كتيرة عندهم مواهب وعندهم أمال وعندهم طموحات قعدوا يسعوا لغاية ما وصلوا لها. لكن النهاردة في برنامجنا سر الحكاية معانا سر جديد من نوعه، معانا بنوتة جميلة كل الناس شافوها بعضلاتها وحبها للرياضة وحبها للجيم وحبها للحديد وحبها لحاجات كتيرة جدا عكس شخصية كل بنت، لكن اللي ما عرفوهوش فيها ان هي بنوتة جميلة قلبها جميل رقيقة. يعني مش عارفة اقول لكم عنها كتير لان انتوا هتعرفوا من نفسكم قد ايه هي شخصية لذيذة وتتحب. معايا النهاردة بيج ياسمين، الفتاة اللي شغلت السوشيال ميديا وجننت كل الناس وابهرت كل البنات ان ازاي بنوته زيها عندها كميه العضلات دي وبتحب الحديد. كانت حاجه مختلفه علينا احنا كبنات، لكن زي ما هي بنوته بتحب الحديد فهي بتحب حاجات كتيره قوي زي ما احنا بنات بنحبها. خلوني ارحب بضيفتي الجميله اللي منوراني النهارده بيج ياسمين، وهتقول لي سر حكايتها اللي مختلف عن اسرار اي واحده جت معانا البرنامج. صباح الخير يا بيج ياسمين. صباح النور يا قلبي. عامله ايه؟ الحمد لله. انت عارفه انا قلت لك من البدايه انت كيوت جدا. ايوه. وانا حبيتك قوي قوي قوي. خلينا اتكلم معاكي هالكلام الروتيني اللي طلعتي بيه في كل البرامج، ان احنا بنتكلم عن حب ياسمين للرياضه. كلميني عن ياسمين وحبها للرياضه. انا سنه 2004 2004 2004 قررت ان انا العب جيم. 2004 كنت طفله على فكره. 2004 قبليها بست سنين كنت بلعب كره قدم. ما شاء الله. فمامتي قالت لي لا، كره القدم دي لعبه رجالي مش هينفع تكملي فيها. وافقت على الجيم. ما وافقتش. انا كنت بروح الجيم على اساس ان انا بعمل تقويات لجسمي، لان انا كنت بلعب رمي جله. رمي ايه؟ جله. اللي هي ايه؟ لعبه كده بتمسكي كوره وتجري بيها حديد وتحدي فيها. يا ربي. بس انا كنت بلعبها مصلحه بصراحه، عشان اروح الجيم. إيه؟ عشان تبقى سكه ان انا اروح الجيم. برافو عليك. بس ورحت الجيم الحمد لله، وقررت بقى ان انا خلاص من 2004 دي انا والحديد مكملين الى ما لا نهايه، يعني لحد ما حد فينا يخلص. يعني ايه حد فيكم يخلص؟ يعني لحد خلاص ان شاء الله بقى لما اموت انا مع الحديد. بعد الشر عليك. خلاص احنا متفقين مع بعضينا واخدين عهد. استني يا ياسمين، 2004 دي كان عندك كام سنه؟ او لو مش عايزه تقولي قولي كان مثلا. كان عندي كنت 12 سنه الا 3 شهور بالظبط. 12 سنه بالظبط. ومن 12 سنه وانت ميولك رايحه للحديد. اه. طيب حتى ما فكرتي تلعبي بالكوره لعبتي بكره حديد. لعبت كرة حديد. طيب وبعد المرحلة دي عملتي ايه؟ فضلت بقى مكملة مع الحديد لحد دلوقتي. علاقة قوية جدا. جدا. طيب يعني والله انا عارفة ان الرياضة مهمة، تمام، وعارفة ان الناس كتيرة قوي بتحب الرياضة. انت ياسمين عشقتي الرياضة وعشقتي الحديد، عملتي عضلات وغاليين عليكي قوي لدرجه ان انت بتقولي عليهم ولادك. انا جداً. فكرت ان عندك اولاد على فكره. اغلى. انا متهيألي لو عندي ولاد حقيقيين مش هحبهم زي العضلات دي. ياه. تعبت فيهم 20 سنه. يعني ربيتهم 20 سنه. 20 سنه بتعملي عضلات. 20 سنه بيكبروا قدامي زي الاطفال بالظبط. طب ياسمين، من اول ما بدات الحديد تمام كنت متخيله ان ده الشيب بتاع جسمك هتقدري تبنيه؟ ما كنتش متخيله بصراحه، لان انا كنت 53 كيلو، كنت بعاني من نحافه مفرطه. اها. فالعظمه دي ازاي هتعمل عضلات؟ بجد يعني ما كانش مثلا تارجت عندك ان انت تعملي الشيب بتاع جسمك ده؟ بس كان في نفس الوقت اللي انا ما عنديش فيه تخيل ان انا ممكن اوصل للحجم ده، كان في نفس الوقت عندي يقين ان انا في يوم هبقى قد هالك الاخضر. لا ما تهزريش. عندي يقين ولحد الان. انت مستنيه اللحظه دي ولا ما تهزريش؟ انا بتمنى اللحظه اللي ابقى فيها قد هالك الاخضر، بس ابقى احمر او اسود عشان ما بحبش اللون الاخضر. بس يا عامله اخضر. ما عشان ابقى شبهه بتفائل. طيب ياسمين، انا يعني شايفاكي مش حد بياخد هرمونز، مش حد بياخد كده، لان انا في ناس كانوا بيقولوا على الميديا ان انت لا ده حقنة ده نفخه ده بتاخد خالص هرمون. الحمد لله. بس ما شاء الله انت لا شكلك بالنسبه لي يعني العضلات نورمال، يعني انا اعرف الناس اللي بتاخد هرمون دي بيبقى شكلها شاذ قوي. ايوه فعلا. يعني انت على الطبيعه، وده اللي انا بقوله، هي على الطبيعه حد تاني خالص، وانا مصره انها كيوت على فكره. والله كيوت جدا، بس يعني هتعرفوا دلوقتي كيوت ازاي. طيب مش هتكلم عن صورتك اللي انت معلقاها دي، لان دي نرجسيه زياده، وانت بتحبي نفسك قوي وقلتي لي انا حابه نفسي بكل تفاصيلي، حابه ملامحي، حابه شكلي. يا ياسمين حطي ميك اب. ميك اب ايه؟ استغفر الله العظيم، انا مش هحط ميك اب، انا حلوه. ايوه. انت حابه نفسك كده
وشايفه نفسك ان انت حد جميل، وانا كمان شايفاكي ان انت حد امور جدا. فانت ليه بقى الانتقادات اللي الناس بتديها لك دي بتواجهيها ازاي؟ بواجهها بمنتهى اللامبالاه اللي في الدنيا والاخره. من جواكي بتكوني بنفس الاتيتيود اللي ظاهر ده، بيبقى من جواكي نفس كل الإحساس؟ الناس متخيله ان ممكن البني ادم يبقى بيتقطع من جوه وبيبين من بره ان هو عنده لامبالاه. أيوة. لكن انا مصيبتي ان انا حقيقي عندي لامبالاه. مش بتصنع. أيوة. ده يمكن اللي بظهره، يعني هم فاكرين عشان انا مثلا برد فانا متضايقه، ده انا ممكن اكون برد كنوع من الاستفزاز، انا اصلا مش شايفه اللي بيعلق. بس انت بتعملي لايفات كل يوم بالليل وبتصطادي بقى الناس دي، يعني انا ممكن مثلا لو متابعه اللايف بتاعك يعدي ما اخدش بالي من الكومنت، تعالى بقى انا مستنياك من اول اللايف اللي هو. أيوة. بينتقدك. ايوه بترد عليه رد جبار. بس عمري بغلط في كلمه في حد؟ لا ما بتغلطيش اطلاقا. لا ما بتغلطيش، بس بتندمين ان هو كتب الكومنت. عمري بتعصب؟ لا. عمري بتضايق؟ لا. عمري بقفل وشي والابتسامه دي بتروح؟ لا. ولا يعني بقل منه مع زهور الغمازه؟ طالما الغمازه زهره مش مشكله في الموضوع. طالما انا ما بغلطش في حد فانا طبيعي ان انا لو حد بيسيء ليا انا طبيعي هسيء ليه، بس هو هيسيء بطريقته اللي هي ببيئته، بتربيته، بان هو يشتم، بان هو يغلط، لان اصلا البني ادم اللي بيجعجع وبيشتم وبيغلط ده بني ادم ما عندوش شخصيه. صح. البني ادم اللي عنده شخصيه بيبقى عاقل ومتزن، كلامه قليل، بيقول كلمه واحده تعرف توجع اللي قدامه لانه بيديها له صح. لكن ما يقعدش يجعجع ويرغي 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 ويرغي، ده بني ادم صرصور ما بحبوش. طب انت دي شخصيتك من وانت صغيره؟ دي مبادئك اللي انت ماشيه عليها كياسمين؟ بالظبط. صحيح انت بتحبي ياسمين ولا بيج ياسمين؟ لا بحب بيج ياسمين طبعا. يا شيخ. طبعا بحب. ايه الفرق بين ياسمين وبيج ياسمين؟ الفرق ان ياسمين ياسمين عاديه زي اي حد، لكن بيج ياسمين يعني. لا بس انت مش زي احد، بس انت ممكن مثلا تكوني ياسمين بنفس الشخصيه الجميله دي. مهدي ياسمين سيبك من الشكل. لا مش فاهمين، انا قصدي كلمه بيج، مصطلح بيج حلو، مش بس بيج في الحجم. أه. على فكره هي بيج مش مقصود بيها حجم بس. أه. هي ممكن يكون مقصود بيها حجم، ممكن يكون مقصود بيها ثبات انفعالي، ممكن يكون مقصود بيها كل حاجه ممكن تخلي البني ادم قوي او جبروت، مش شرط تكون بيج في الحجم بس، ممكن عقليته تكون بيج جدا، فهو لقب حلو. فاهماني؟ بس جميل جدا. طب مين اللي طلع عليكي بيجي ياسمين، انت ولا حد تاني؟ لا انا ما طلعتش، هم لما شافوني ان انا ضخمه طلع زي الاسم التاني اللي احنا عارفينه. زي اسم البيجرو. صح. ايوه. طب ياسمين بصي هقول لك على حاجه، انت النهارده قلتي لي حاجه غريبه قوي، قلت لي يا اميره انا ممكن اكتر حاجه عكننت عليا امبارح او لما دخلتي. هتقولي ولا اقول انا؟ قولي براحتك عادي. قلت لي يا اميره انا اكتر حاجه ممكن تكون عكننت مزاجي امبارح ان الحلاق بتاعي قفل بدري. بالظبط دي حقيقه. طب ليه مش الكوافير؟ علشان خاطر انا بقالي حوالي 17 سنه بحلق التدريجه دي كده، يمكن انا عملت التدريجه دي قبل الرجاله ما تعرفها. انت 17 سنه كده؟ كده. قبل ال 17 سنه كنت بشيله خالص. عشان كده لما حد بيقول لي ما عايزين، يعني انت ما بتحنيش لشكلك وشعرك طويل، بقول له طب فكرني انت بشكلي وشعري طويل وانا احن له. يا شيخه اشوف شكلي يمكن احن له. انا مش فاكراه، انا عن نفسي مش فاكراه. يعني انت اصلا من وانت صغيره كده مش ترند ومش حاجه؟ انا كنت محجبه من اولى اعدادي لحد اخر جامعه، وطول الوقت ده انا حلقه شعري تحت الحجاب برضو. يعني انا محجبه، هل الناس هتشوف شعري؟ لا. بس انا حلقاه، يبقى معنى كده ان انا مش حلقاه للناس، انا حلقاه لنفسي. بتشوفي نفسك حلوه كده يا ياسمين؟ لا مش شكلا، انا ما بطيقش الشعر. يعني انا شعري قبل ما يطلع بحس ان انا خلاص جالي حاله نفسيه مش طايقه، عايزه اشيله باي طريقه. واسعد لحظه في حياتي وانا خارجه كده من عند الحلاق وشايله شعري، اسعد لحظه في حياتي، رغم ان انا بحلق كل 3 ايام مش بعوق يعني، بس بس وانا ببقى سعيده برضو. على فكره احنا كمان بنروح للكوافير كل 3 ايام عادي. طب شفتي اهو، يعني انا بروح معاكم مش مقصره. طب استني، انت اللي عامله الحاجات دي لنفسك؟ انت قلتي لي انا اللي مظبطه شعري لنفسي وعامله. انا طول عمري يعني اللي بعمل كل حاجه لنفسي، انا بحب اعمل حاجتي بنفسي، مش بحب حد دايما يعمل لي حاجه. انا برج الجدي، وبرج الجدي محسوب شويه بيحب كل حاجه فوق المظبوطه، فمفيش حد عمره هيقنعه. يعني انا لو رحت لحد مثلا يعمل لي ضوافري عمره ما هيعملها بالرضا اللي انا هعملها بيه لنفسي، فعشان كده انا اعملها. لا ثواني بقى، انت بتعملي ضوافرك اهو؟ بعملها وريني كده بودي كير. طب بصي ضوافري وضوافرك يعني ما بتميليش للون الاحمر انا بعشق اللون الاحمر في كل حاجه، بس ما بحبش الضوافر.
يعني انا لو يعني انا لو ضوافري كده انا ما اعرفش امسك اي حاجه في حياتي. لا بنمسك كل حاجه اهو. انا ما اعرفش، انا والله العظيم ما اعرف حتى احط ايدي على حاجه. طب بتحطي مانيكير احمر؟ ما انا ما عنديش حاجه احط فيها مانيكير، انا باكلها لحد الجلد كده. هحط المانيكير فين؟ فوق الجلد. طب يعني انت لو يعني في مناسبه، يعني النقطه دي احط نقطه مانيكير كده مثلا، نقطه من بعيد. طب لو انت في مناسبه مثلا، عندك فرح، فرح حد غالي عندك قوي، فاحنا مثلا انا رايحه فرح ده يعني هبقى التوب طبعا، مفيش حد قبلي ولا بعد، زي اي بنوته. حسن ها قولي لي بقى الروتين بتاع الافراح عندك. روتين الافراح بقى، عايزين نتكلم عن الروتين ده برضو. لا لا ده روتين الافراح ده بقى بالذات لازم اهتم بيه. طب قولي لي بقى، بس هغسل وشي؟ مش طبيعي. وانا رايحه الفرح طب تغسلي وشك بالسكراب وال بال انا ما اعرفش ايه السكراب ده، انا هي الصابونه، انا بتعامل بالصابونه العاديه. الصابونه كده وغسله كده، يلا 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 روتين البشره. اوكي ومشطفه وشي ماشي، نقطه كريم بنسينول. وده ليه بقى؟ عشان خاطر بس بيحصل لي يعني فاهمه اللي هو ايه، مكان الشتاء ايوه والتمرين والعرق الكتير. أوكي. البشره بتلتهب مع الفوطه والكلام ده، البشره بيبقى فيها التهاب ماشي، فلازم احط سنه بنسينول كده، اقوم عامله ايدي كده وملغوصه وشي كده. بعديها بقى ده روتين حياتي. بعديها بقى البس واقوم. لا بعديها لسه في حاجات على الوش، ما بعملش اي حاجه تاني زي ما انت بتشوفيني كده. دي الترتيب ده بحمد ربنا ان انا غسلت وشي. بحس ان انا اتجبيت عليهم وانا رايحه الفرح. وبعدين بس اخدمهم بقى في ايه في الفرح لو هم يعزوا عليا؟ ارقص لهم على قباوي في الفرح، هي دي الخدمه اللي اخدمهم فيها. لا ما تهزريش. لكن ميك اب والكلام ده. فستان طيب يا ياسمين، اعمل ايه بالفستان؟ تختاري فستان مثلا، يعني مثلا في بنات تحب الفساتين السمبل، في بنات تحب الفساتين اللي فيها شغل كتير. انا بحب الحاجه اللي فيها جماجم كتير. فستان عليه جماجم مثلا؟ لا ممكن البس ترنج كله جماجم، ممكن البس حاجات كده تليق على راس العقباوي. جميله قوي. طب ارقص عقباوي ازاي بفستان؟ مش لازم ترقصي عقباوي. لا انت لو في فرحك هترقصي عقباوي؟ اه اوكي. ده انا رافضه البس فستان في فرحي بسبب موضوع العقباوي ده، احسن اتشنكل. انا عارفه ان ليكي معجبين كتير جدا. الحمد لله. لا معجبين رجاله كمان. ده جميع انواع المعجبين. اه ناقص الكلاب الجيرمان تكراش عليا. ما انا حاسه بعد كده الاقي كلب جيرمان داخل اللايف يقول انا بكرش عليكي. انت جميله قوي. طيب بصي ياسمين، في عندنا شاب جميل قوي في التيم بتاعي، يعني يا جماعه خلوا عبد الرحمن يجهز. عبد الرحمن حاول كتير ان هو يتمرن ويروح جيم بس ما ظبطش معاه، فهو عايز يعمل فورمه الساحل عشان طلع الساحل الصيف الجاي. ممكن ندخله على الهوا وتقولي كده قدام المشاهدين لو في شاب في جسمه كده عايز يعمل انت بتمرني ولاد وبنات صح؟ انا بمرن ولاد بس. بتمرني ولاد بس؟ انت رافضه البنات خالص. مش رافضاهم والله، بس انا يعني وضعيه تمريني ما تنفعش مع البنات. يعني ممكن اجيب لك مريم وعبد الرحمن تمرنيهم دلوقتي؟ ممكن عادي. ولا نجيب عبد الرحمن بس؟ نهايه اي حد. طيب ممكن عبد الرحمن لو سمحتم يدخل لنا كده، عشان في كتير قوي من الشباب في جسم عبد الرحمن كده، في منهم بقى داخل على حياه جديده، في منهم عايز يعمل فورمه الساحل، فعايزين يتمرنوا تمرينات في البيت علشان الناس اللي بتكسل ان هي تنزل. وانا شفتك بتمرني الناس اونلاين في اللايف بتاعك، بتقول لهم تمرينات. ازاي ده؟ ما عشان انا مش مقتنعه بفكره ان في حاجه اسمها بصراحه تمرين اونلاين، يعني مش مقتنعه بفكره ان حد ياخد من حد فلوس عشان يبعت له نظام اكل. ده نصب. ياسمين انت اي حد بيسالك اي سؤال فعلا بتساعديه وبتقولي له؟ ايوه، لان ده واجب عليا. لو انا بحب الرياضه فعلا ده واجب عليا ان انا اعمل كده. انا بنزل الجيم على فكره للعلم، انا بنزل اي جيم لحد النهارده. مش انا هقول بيجي ياسمين واكتر حد في الجيم طبعًا. واي جيم يتمنى ان انا ادخله. ايوه طبعا. انا لحد النهارده لما بنزل جيم انا بدفع الاشتراك بتاع الجيم زي اي حد غريب. ياه. ما ينفعش ان انا احس ان حد عامل لي حاجه او متجبي عليا بحاجه، لا ما ينفعش. انا طول عمري في ال 20 سنه تمرين كده، الجيم يبقى بتاع صحابي اللي انا مربياهم ولازم ادفع اشتراك زي الغريب، ما ينفعش. ما شاء الله عليك. هو كده، ده لازم. فانا دلوقتي في الجيم دفع اشتراك زي اي مشترك. انا مش كده، مش البيج ياسمين كده، واحده مشتركه صح؟ مع انك المدربين اللي في الصاله ليهم. بيبقوا أيوة. قاعدين بيلعبوا على الموبايل والناس بتلعب غلط، انا ممكن اسيب الوزن من ايدي واروح لحد اوقفه والعبه صح. الدم حامي على الحديد، عارفه الموضوع ده؟ ما اقدرش اشوف حد ماسك بتاعتك. بحب الحديد، مش بسترزق من الحديد. الموضوع مختلف بين حد بيحب حاجه وحد بيسترزق من حاجه، في فرق كبير. انا بحب الحديد بديله مش باخد منه،
انا لا بمرن حد ولا باخد فلوس من حد ولا عمري خدت فلوس تمرين من حد. أيوة. ولا فلوس اونلاين. انا حتى لو مرنت حد والله اقسمت بالله بمرنه بالحب. ايوه عارفة. بالحب. انا بتمرن تعالى اتمرن معايا همرنك بالحب خليك اتمرن جنبي وهشوفك. عشان انا بحب الحديد مش عشان انا مستنيه من ورا الحديد مصلحه. انت بتحبي الحديد بس حب صالح من غير مصالح من الاخر عشان كده علاقتنا دايما تاني كده الشعار بتاعك حب صالح من غير مصالح. اه ان انت بتحبي عشان كده احنا علاقتنا انا والحديد دايما وهتدوم لان مفيش بينا عنصر المصلحه. مفيش عنصر مصلحه. ده حديد انا مش مين فين المصلحه في الحديد. بصي مشكله الناس كلها او الفرق بيني وبين الناس ان الناس بتعامل الحديد على انه جماد. أيوة. انا عمري ما شفت الحديد جماد. انا بشوف الحديد ده شخص انا بحبه وعايشه معاه وبتعامل معاه بنتكلم انا وهو مع بعض بتكلم مع الحديد. اللي يعتبر ده جنان عادي يعتبره بس انا بحب الحاجة ده بالظبط. انا بعامله على انه بني ادم بيفهمني وبفهمه. فعشان كده في علاقه ما بيننا. العلاقه دي جميله ما فيهاش اي مصالح. يعني اي حد بيدخل يلعب حديد يا عايز يعمل فورمه يتمنظر بيها يا عايز يبقى كوتش اونلاين عشان ياخد فلوس. كل علاقته من ورا الحديد انه بيسترزق منه. ايوه لكن انا الوحيده اللي علاقتي بالحديد حب. انا مش بسترزق منه. احنا مكملين مع بعض عشان انا بحبه مش عايزه منه حاجه. انا لو هنزل اتمرن ومش هعمل فورمه هنزل اتمرن برضه. وصلتك؟ مفيش مصلحه بيني وبين الحديد. عشان كده تحسي ان العلاقه بيننا قويه يعني. فاهمه؟ ممكن ابقى متصابه وتعبانه ودرجه حرارتي 42 وبنزل اتمرن. في لينك كده غريب بيني وبين الحديد يعني صعب ان عشان انت بتحبيه فبتقدري انك تنزلي دي الحاجه اللي هتريحك. بالظبط. طب هو فين عبد الرحمن؟ عشان عبد الرحمن جه تقريبا متوتر. عبد الرحمن انت متوتر؟ اوكي خلاص هو ثانيه وجاي تقريبا نسي مش عارفه هو ماله. طيب نرجع تاني هاي عبد الرحمن هتفضل داخل خارج. تعالى استاذ عبد الرحمن. اهلا يا عبد الرحمن منورنا. يعني جاي من الانتاج لتمرين مع بيجي ياسمين. فقرب شويه يا استاذ عبد الرحمن لو سمحت. كمان شويه خلاص كده استاذ شناوي تمام اعتقد كده كويس. شاب زي استاذ عبد الرحمن كده ممكن ايه التمرينات اللي يواظب عليها في البيت علشان اتليست يقدر يشد معاه على كميه الشد دي قويه على فكره شد معاه على الصيف ان شاء الله. هو دلوقتي والله بجد مش طريقه فعلا مشكله عامه ان الشباب اجسامهم رفيعه. ده نتيجه لايه؟ معدل الحرق عالي. طيب الجسم بيحرق جامد جدا. فهنا بنعمل تحليل غده عشان خاطر نعرف معدل الحرق ايه ويتظبط بحيث ان الاكل اللي بيتاكل يبان على الجسم لان الغده بتحرق. هو ممكن يكون بياكل كتير جدا ما بيبانش عليه. بتاكل كتير يا عبد الرحمن؟ في ناس بتاكل كميات يمكن اكتر مني بكتير ما يبانش. أيوه. عليها تماما. ايوه ده بسبب الغده. تمام. تاني حاجه ممكن يكون عنده مشكله في المعده او القولون. دي حاجه تانية. تمام. تالت حاجة ان الاجسام اصلا دلوقتي عامة صغننة. فاهماني؟ فاحنا بنعالج ده ازاي؟ اول حاجة يشوف موضوع الغدة. تمام. تاني حاجة بيشوف موضوع البطن ده. تمام. بحيث ان الاكل اللي داخل يبان عليا. يعني انا لو دخلت اكل يبان عليا. بنعمل التحاليل بتاعت الغدة الاول. بالظبط. تمام. ببتدي ان انا ادخل اكل بس اللي هو ايه؟ يعني ما اهتمش بقى بحتة اصل انا عايز ازيد ما اعرفش بيور ايه والسنسات اللي بيعملوها بتاعت دلوقتي واحط على الجرام ده شغل حنتفى ملوش اي عايزة. والله العظيم كل ده ضحك على الدقون. انا 20 سنه لا عملت نظام اكل ولا هعمل نظام اكل. وعملت عضلات لحد 119 كيلو. أيوة. عضلات ونزلت لحد 80 كيلو ولا طلعت من 50 كيلو ل 119 كيلو باكل ولا نزلت باكل. إيه انت دلوقتي يعني انا باكل بهوايه يعني. أوكي. انا وصلت من 53 كيلو على فكره. انا كنت ارفع منك والله. كنت 53 كيلو وفضلت ازيد لحد 119 كيلو بالاكل والحديد. بس بامانه كنت باكل اكل يعني اكل. طب بيجي ياسمين فرضا دلوقتي هو عمل التحاليل بتاعته انا شايفاه حد هيلثي ان شاء الله يعني والغده تمام والقولون تمام والمعده لا بس هو الغده عنده بتحرق. لا هو الحرق عنده في الغده عالي بيبان من شكل الجسم. شوف خلاص هو كويس. هو مقتنع ان هو كويس عشان بس ايه عبد الرحمن كده يعني. ممكن يعمل تمرين ايه؟ ممكن يركز على التمرينات. بصي اهم التمارين اللي ممكن البني ادم يعملها في البيت واسهلها الضغط. لان الضغط بيشغل عضلات كتير جدا. كويس. وفي نفس الوقت من اسهل التمارين مش محتاجه اي ادوات في الدنيا. هي مش محتاجه اي حاجه خالص. على الارض ممكن يعمل ضغط على الارض في اي حته. اوكي يعني الموضوع سهل. ايوه تعرف تعمل كده يا عبد الرحمن؟ لا يعني عامه. أيوة. يعني خلاص احنا مش هنعمل هنا. ماشي تمام. بس ممكن يعني انا دايما بقول للناس ايه انت مثلا وانت انت بتصلي 5 مرات في اليوم.
ممكن مع كل فرد انت بتصليه وانت قايم كده 10 ضغط، والله مش بهزر. يوم هيجي اول يوم هيبقى عامل 50 عده في اليوم ما شاء الله، بيحسبيهم. تاني يوم هتزود خليهم 12 بعد كل صلاه، 15 ما اعرفش، هيجي بعد كده هيلاقي الضغط ده بالنسبه له حاجه عادية. بيعمل ال 100 عده هو مش حاسس بيهم اصلا، مش حاسس انه عمل حاجه بعد كل فرد، لان العضلات خلاص بتتاسس على كده، فاهم قصدي؟ فعلى فكره مش شرط ان اللي يزيد ده ينزل جيم اطلاقا، ملهاش علاقه. يعني ممكن يزيد في البيت عادي. اوكي طيب، بشكرك استاذ عبد الرحمن، كتر خيرك والله يا فندم. شكرا يا استاذ عبد الرحمن. بشكرك يا بيجي ياسمين طبعا على المعلومات دي. يا استاذ عبد الرحمن فرحان مزقطط اهو. هنرجع لبيجي ياسمين الجميله اللي انا ما زلت وانا وناس كتيره والله بقول يعني إن هي كيوت. شويه اللي انتوا قعدتي فيهم معانا بره دول، كل الكرو بيقول عليكي قد ايه شخصيه لذيذه وقد ايه شخصيه محبوبه. لو جات لك بنوته، اكيد انتي قدوه لبنات كتير، اكيد في بنات بتشوفك صغننين الله انا نفسي اكون زي بيجي ياسمين ومش عارف ايه وهدافع عن نفسي واللي هيكلمني. رغم ان البيجي ياسمين نفسيها من اكتر الشخصيات المسالمه في العالم، اللي في حياتي ما حطيت صبعي على حد. شوفي على الحجم ده كله، في حياتي ما اتخانقت حتى مع حد ولا زعقت حتى مع حد. ولا عندي المبدا ده خالص. انا شايفه ان البني ادم لسانه ممكن يخليه سيد العالم لو هو اضعف واحد في العالم. يعني انا كنت 50 كيلو وكانت كل الناس الضخمه بتحترمني بسبب لساني، ان انا لساني حلو مع الناس، كويسه وانسانه كويسه. فالبني ادم مش محتاج يعمل عضلات عشان يجبر الناس تحترمه. اوكي، الانسان محتاج يعمل علاقات كويسه ولسان طيب ويبقى نفسيته كويسه عشان الناس غصب عنها تحبه من غير ما يبقى عنده عضلات. برافو عليك. يعني انا لما حد يقول ان هو بيحبني وهو مش خايف مني، دي احلى عندي بكتير من حد يكون بيعمل انه بيحبني عشان هو قلقان مني. ملهاش عايزه، حبه ملوش عايزه وقتها، ولا احترامه ليه عايزه. وصلتك؟ يعني اللي يحترمك عشان خاطر هو حبك وشايفك شخصيه صحيح. كويسه احلى بكتير من اللي يحترمك قدامك عشان خايف منك واول ما تمشي يشتم عليكي. صحيح. انا ما بحبش ده. ليه؟ صحيح. يعني مش هستفاد حاجه. يعني احلى كلام ممكن انهي بيه الفقره. انت فعلا قلت لي الوقت معايا بيعدي بسرعه، وده فعلا دي حقيقه. فده احلى كلام من احلى واحده يمكن انا قابلتها في حياتي، بجمال قلبك وجمال روحي. شكلك يا ياسمين. وانا واحده من متابعينك وبحبك جدا 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 جدا. اتمنى يا رب اشوفك تاني دايما في صحه وفي حب اكتر للحديد، وانت مبسوطه وسعيده ومرتاحه البال. بيجي ياسمين نورتيني في برنامجي سر الحكايه، عرفت عنك اسرار جميله واسرار كتيره، ان مش بالشكل، بالجوهر. بالظبط، فانت جوهرك حلو قوي يا ياسمين، وكلنا مبسوطين النهارده ان انت موجوده معانا في برنامجنا سر الحكايه وفي قناه هي. وانا يا روحي مبسوطه جدا معاك والله، وانت رمز حلو قوي برضو لهي. حبيبتي يا روح قلبي، ميرسي ياسمين نورتيني، واتمنى لك التوفيق دايما، واتمنى اشوفك دايما بخير. نورك يا روح حبيبتي ياسمين. حبيبتي ميرسي. مشاهدينا الكرام، يعني اتمنى يا رب يكون وصل لكم رساله انا حابه اوصلها لكم، ان جوهر الانسان وقلب الانسان ملوش علاقه بشكله خالص. يا ريت ما نحكمش على الناس من شكلها، يا ريت نحاول ولو بشكل بسيط ان احنا نتعامل مع اللي قدامنا بقلبه وبشخصيته، علشان ده هيريح ناس كتيره قوي وهيريحنا احنا شخصيا. وبدل ما تنتقد حد وتوجه له نقد لمجرد ان انت ورا شاشه او ورا موبايل، يمكن هو يكون احسن منك بكتير، ويمكن هو افضل منك في حاجات كتير. اشتغل على نفسك، العيب فيك مش في اللي حواليك. يلا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني، انتظروني. ورجعنا لكم بعد الفاصل تاني مشاهدينا الحلوين، مع رمز من رموز الجمال. معايا ضيفتي النهارده ضيفه جميله جدا، بتتميز بالدقه والشطاره والرقه والفن الرائع بتاعها، مثال لكل ست وكل ام مصريه جميله، عندها ذوق، عندها فكر، عندها ابداع. ضيفتي النهارده اللي منوراني بسمه، وهي فنانه بترسم لوحات وبتعمل ديكورات للبيت بس بطبع مميز ومختلف ودقيق. انا اول مره اشوف الدقه دي مع حد. خلوني ارحب بضيفتي الجميله عشان تقول لي سر حكايتها. صباح الخير يا بسمه. صباح الفل. عامله ايه؟ الحمد لله. منوراني يا بسمه في برنامجي سر الحكايه. بنورك. ما شاء الله عليكي، انت رمز من رموز الرقه. ربنا يخليكي. يعني فنانه في طبعك وفي شغلك.
خليني اقول لك في طبعك الفنانين بيتميزوا بالابداع والتفاصيل الكتيره بيهتموا بيها، مش كل الناس تقدر تهتم بيها، وده اللي انا شفته معاكي من اول لما انت تواصلنا مع بعض وقلتي لي لا ده انا هجيب ستاند علشان اظهر لوحاتي بشكل مختلف وشكل مميز، مع انك ممكن تجيبيها كده. ده دليل ان انت بتحبي شغلك قوي وعارفه ايه اللي يقدر يميزه وايه يقدر يبينه، وعارفه انت بتتعاملي مع ايه. عايزة أبدأ معاكي من أول ما فكرتي ترسمي لوحات، بدأتي الفكرة إزاي؟ هل هي دراستك ولا لأ هواية؟ هو الحقيقة هي من وأنا صغيرة هي كانت هواية. تمام. كان عندي هواية الرسم وهواية الهاند ميد اللي هو تشكيل الورد البلدي بالصلصال هو بينشف الهواء. أيوة. بعد كده طبعا ده غير العجينة بتاعت في عجينة كده بتتعمل بالورد، في عجينه سيراميك. في عجين سيراميك وفي برضو صلصال هو بيبقى في المكتبات، هو بينشف في الهواء بيبقى جميل. زي الحجر بعد جميل. ما بينشف فالاثنين ليهم والاثنين بنفس التكنيك برضو كويس. بس انا مع الوقت حبيت ان انا ادعم ده بالدراسه فدخلت كليه تربيه فنيه. ايوه. وبعد ما اتخرجت من الجامعه حبيت ان انا ابقى متخصصه اكتر في طبلهات الزيت. جميل. اللي هي مناظر طبيعيه وورد وستيل لايف. حلو. فالفلورال ستيل لايف اللي هي بتبقى عباره عن ايتمز زي في الكمانجا كده، يعني بتبقى عباره عن اوبجكتس كده او حاجات بتبقى محطوطه مع بعض، اللي هي لوحه الكمانجا اللي ظاهره معانا دلوقتي على الشاشه. ده حقيقي. تمام. هي بتبقى عباره عن مجموعه حاجات محطوطه مع بعض وممكن يبقى داخل معاها ورد، ان الورد بيدي حياه وروح للتابلو. فده بالنسبه للستيل لايف. تمام. فانا بعد كده وعملت قبل كده معرض في ساقية عبد المنعم الصاوي ما شاء الله. بعد ما اتخرجت كان معرض برضو لوحات زيت. ايوه. بعد كده طبعا مع الوقت مع المسؤوليات مسؤوليات البيت والاولاد كان صعب ان انا اخد الموضوع كمهنه، فبرضه كان ستيل الموضوع كان كنت بمارسه كهوايه. كهوايه مش مشروع ليكي خالص؟ لا. اوكي. فمع الوقت حبيت برضه ان انا اتعلم حاجه جديده. كويس. فشفت الواد الروسي عجبني جدا. واللي شدني فيه ازاي من معجون طري قوي نقدر بسحبه السكينه نقدر ان احنا نطلع ورد بالشكل ده. جميل. زي الورد اللي هو ظاهر معانا في التابلوهات اللي انت جايباها في الاستوديو. في الساعات ممكن اعمل منه ساعات وممكن اعمل منه تابلوهات، احنا ممكن ندخله في حاجات كتير. انت عامله دمج اوريدي بيه في حاجات تانية، يعني عامله تابلو وعامله ساعه فيها الورد الروسي، صح كده؟ تمام. جميل جدا، اتفضلي. فطبعا انا لما شفته شدني قوي فحبيت ان انا اخد فيه كورس، فاخدت فيه كورس اونلاين. بعد كده من هنا بقى جت لي الفكره، ليه ما نعملش براند بيجمع ما بين الاويل بينتينجز والسكالبتشر بينتينجز اللي هو الفن الروسي، بحيث ان احنا نكمل ديكور كل اركان البيت. حلو. لان في حاجات ممكن تليق على ريسبشن اكتر زي طبعا طبلات الزيت وبالذات لو لحقت احجام كبيره. ايوه. وفي حاجات ممكن تليق طبعا على الليفنج، وفي حاجات ممكن برضو لغرف النوم. كويس. برضو انا بعمل برضو جولري بوكسز علب مجوهرات مدخله فيها برضو الورد الروسي، علشان حاجه انتيك قوي صح. هي جميله عشان كل واحده فينا اكيد عندها حاجات بتحبها بتقتنيها، فعشان تحافظ عليها فممكن تتحط في علبه مجوهرات، ممكن تبقى محطوطه برضو على التسريحه او تبقى محطوطه عندها، بتدي شكل يعني بتحافظ على حاجتها وبتدي شكل كمان جمالي اكتر يعني الغرفه او المكان اللي هي قاعده فيه. اكيد احنا اصلا كستات بطبعنا بنحب الجمال وطبعنا في الرقه، ففكره الورد دي ما اعتقدش ان في يختلف عليها اتنين، يعني كل واحده فينا بتحب الورد بشكل معين، في ناس تحب الورد الطبيعي، في ناس تحب الورد الصناعي، في ناس تحب طبلوهات الورد والحاجات. تمام. دي فانتي اخدتي من الورد رمز يميز شغلك، يعني استخدمتيه في شغلك لان انتي بتحبي التكنيك ده في الفن عامه. تمام. طيب لوحه زي لوحه الزيت اللي قدامي دي انا حاسه او شايفه، مش عارفه ده صح ولا غلط، شايفه فيها حاجات بارزه. بصي دي ضربه الفرشه هي اللي مدياني يعني الاحساس ده، ولا انت ضايفه عليها حاجات؟ هو طبعا دي بتبقى بالالوان الزيت، بس لا هي بالتكنيك بتاع الفرشه نفسها. يعني احنا ممكن بتبقى طبعا احنا بنعمل كذا، يعني بنعمل طبقات. أيوة. ففي طبقات بتبقى بنعمل دمج بين الالوان فبتبقى مش باينه خالص، في طبقات بنضطر ان احنا نديها بروز شويه عشان تدي يعني بعد اكتر في اللوحه عشان يبقى شكل مجسم اكتر. ايوه ما شاء الله، انا شايفه فيها شكل مجسم اكتر من ان هي لوحه. ممكن ان احنا ندخل اكتر من ماتيريال في روحة زيت، ولا انت مثلا بتفضلي لوحات معينة تكونش داخل فيها ماتيريالز تانية تكون الالوان بس؟ هو الحقيقة هو ده متاح ده موجود، بس انا بفضل تبقى لوحات، يعني لوحات الزيت بفضل ان هي بتبقى بالوان الزيت والفرش. أنا حتى مش بستعمل المودرن طبعا، يعني هو ترندي قوي وبالذات لو دخل فيه كمان ورق الذهب بيبقى رائع، هو ترندي موضوع ورق الذهب ده،
بس ده في المودرن. لكن احنا لو هنعمل حاجه كلاسيك ايوه لمناظر طبيعيه ايوه هي طبعا الالوان الزيت لها رونقها ولها جمالها ايوه، فهي بتبقى هي كلها بتبقى الوان زيت وفرش. انا حتى مش بستعمل سكاكين، انا بحب استعمل الفرش بالتكنيك بقى ضربات الفرش بقى وبالتكنيك بتاع رسم الالوان الزيت يعني. طيب بس ما خليني اسالك، اللوحه ممكن تاخد منك وقت قد ايه عشان تنفذيها؟ هو طبعا ده بيختلف على حسب الحجم أوكي. وعلى حسب برضو موضوع اللوحه يعني. طبعا لو منظر طبيعي وحجم كبير لا هي بتاخد وقت يعني، بتاخد مثلا 5 ايام. 5 ايام على ما تنشف وتكون جاهزه ان هي تتعلق. هي 5 ايام شغل، لكن عشان تنشف يعني بتاخد وقت. طبعا في الصيف بتاخد وقت اطول، لكن في الشتاء بتنشف اسرع. في الصيف وقت اكتر ده الالوان الزيت. فطبعا مع الحراره العاليه في الصيف هي بتاخد وقت اكتر عقبال ما تنشف. طيب مش ممكن نقول، انا مستغربه حكايه الصيف وقت اكتر، معتقده ان الشتاء وقت اكتر عشان تنشف. هو عشان داخل فيها زيت فبيبقى يعني الزيت طبعا مع الحراره اللي هو بياخد وقت اطول بس عقبال ما ينشف. اوكي فهمتك فهمتك اوكي. طيب في حاجه اسمها ابستراكت ارت، تمام، اللي هو بتدخلي اكتر من حاجه في ده تقريبا في المودرن بس صح؟ تمام. ايه بقى نظامه؟ هو الحقيقه انا بعمل حاجه زي كده بس بتبقى بالطلب. بحب قوي اعمل اللي هو فلورال ابستراكت ارت، اللي هو بيبقى يعني داخل فيه ورد برضو وممكن ادخل فيه برضو الورق الذهب. ده متاح يعني، ده برضو موجود متاح. طيب ممكن حد يجي يقول لك مثلا انا عندي جزء في البيت عايزاكي تدي له روح، يعني عايزك تبصي عليه كده تقولي ناقصه ايه، تقدري تعملي ده؟ تمام. انا بحب ديكور جدا جدا، وانا احب جدا ان اساعد اي ست في ان هي تجمل ديكور البيت يعني. ده بيفرق كتير قوي، بيفرق في المود وبيفرق طبعا مع يعني اكيد بيفرق معاها. فلو كده طبعا ما فيش اي مشكله يعني، ممكن اشوف المكان عندها لو هي ممكن تبعت لي صور للمكان أيوة. اللي هي عايزه تعمله ديكور، ووقتها احنا بقى طبعا بالاتفاق ما بيننا وبين المناقشه ايوه نقدر ان احنا نشوف كذا فكره وفي الاخر نستقر على حاجه معينه. ده كويس طبعا أوي. احنا عندنا في حاجات متنوعه كتير يعني احنا أكيد. وبرده على حسب مساحه الحيطه برده ده بيحدد الاحجام اللوحات اللي وشكل الفرش عامه صح؟ طبعا طبعا شكل الفرش بيحدد كمان يعني. ممكن مثلا الساعات نعملها بالوان الفرش. ايوه انا بتكلم في كده، ولو في مثلا رسمه ورده معينه او نقشه معينه في الفرش طبعًا. تقدري ان انت تعملي كده تدمجي ما طبعًا. بين ده في اللوحه. احنا الفرش هو اللي بيحدد يعني حاجات كتير يعني. اولا دلوقتي هو بيحدد الالوان، ثانيا حتى في لوحات الزيت بيحدد شكل الفريم البروازي بقى ايه. كويس. يعني ممكن يبقى فريم على حسب برضو لو ريسبشن، ممكن يبقى فريم مذهب لو الفرش مذهب اللي هو الكلاسيك عامه بالظبط. او لو مثلا الفرش برضو لو قصر او على حسب درجات أوكي. الالوان، ده اللي بيخلينا بعد كده نحدد ايه اللي يتعلق على الحيطه. طيب بس ما في حاجه عايزه اتكلم معاكي فيها، بعض مننا مش بيبقى عنده مهاره ان يختار الفرش بتاعه، مش بيبقى عنده مهاره ان يبقى يميز ان ده جزء مودرن فاحنا نختار ستاير بشكل معين. ساعات بيحصل لخبطه في توزيعه الفرش او لخبطه في شكل الستاير مع الفرش. فرضا حد عنده المشكله دي في البيت، انا عندي فرش مودرن وستاير مديه شويه على كلاسيك، تقدري ان انت يعني توازني ما بين الامور دي وتدمجي ما بينها بحيث ان هو ما يحصلوش خسائر، لا يفقد ستاره ولا يفقد فرش او يجدد حاجه، فهماني؟ طبعا تمام. خصوصا الوقت اللي احنا فيه ده مش سهل ان اي حد يغير حاجه، تقدري تساعديني نوصل لحاجه وسط في الاثنين ولا بيبقى صعب؟ ممكن يعني، ممكن لو حاجه ابستراكت يعني، لو في ناس عندها حب الورد مش شرط الورد اللي هو الشكل زي ما هنا موجود، الشكل هو الكلاسيكي بالديتيلز الرهيبه بتاعته. ممكن ورد يبقى رقيق جدا ويبقى جميل قوي بس يبقى الديتيلز طبعا بتبقى اقل، فده يعني بيديله الشكل هو الابستراكت يعني بس بيبقى فلورال. ايوه فده ممكن. وبرده بالوان الفرش والوان الستاير يعني، ممكن الوان تليق على ده او ده يعني، ممكن ادخل لونين مع بعض يعني، ممكن تبقى لوحه واحده يبقى فيها كذا لون، فبرده بيدمج ما بين الالوان برده اللي موجوده في الغرفه او في المكان اللي هم عايزين يعملوا له الديكور بتاعه. اوكي طيب خليني ارجع لنقطه ان انت ام وما شاء الله عندك ولد وبنت ما شاء الله، حازم وحلا ما شاء الله ربنا يخليهم لك، عساسين جدا. اول لما بداتي المشروع بتاعك وقلتي خلاص انا هستغل موهبتي او هستخدم موهبتي بشكل انسب ليا في حياتي ان انا اعمل منه مشروع ليا، كان في ازمه معاكي مع الولاد ان انت مثلا توفقي ما بين وقت شغلك او وقت الرسم اللي انت بترسميه وما بين ان انت تلبي طلبات ولادك، ولا الدنيا كانت سهله؟ هو الحمد لله طبعا انا ولادي الكلام ده كان هيبقى صعب فعلا لو كان في سن اصغر، هم الحمد لله هم بداوا يكبروا شويه ما شاء الله، فبالعكس الحمد لله هم شجعوني جدا، وبالعكس ساعات بنتي بتساعدني كمان.
ما شاء الله. يعني بتحب تقعد معايا وتحب تشوف انا بعمل ايه، وساعات بيبقوا هادين، بيبقوا هادين وساعات بتساعدني، يعني لو بترتب معايا حاجات معينه، لو يعني لا هم ليهم دور طبعا في الموضوع ده. يعني اخذت القرار ده في وقت كان مناسب لسن ولادك. بالظبط بالظبط، ما شاء الله عليكي. طبعا انا برسل لهم تحيه من برنامجنا عشان هم عساسيل قوي، شفتهم قبل الهوا فكانوا جمال جدا. طيب قولي لي ايه تاني ممكن تعمليه غير ان احنا نعمل لوحه او نعمل ساعه او تابلو مثلا لحيطه بنفس التكنيك ده؟ ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن بسمه تقدم ايه تاني بنفس التكنيك ده؟ بنفس التكنيك ممكن نعمل اللي هو الرسم على الحيطان. ده يبقى رائع، يعني اللي هي الميورالز اللارج بينتينجز دي بتبقى على مساحات كبيره جدا طبعا، وبتبقى طبعا المساحات الكبيره دي بتبقى مغريه قوي للرسم. أيوة. فممكن طبعا ان احنا ممكن نرسم على الحيطان، بس هيبقى شكل زخرفي شويه، ممكن منظر طبيعي او شكل زخرفي اكتر. ايوه، يعني بيبقى بنجمع برضو بين الاثنين، يعني يبقى مثلا شكل بيضاوي جواه منظر طبيعي، وبعد كده حواليه زي البانوهات كده. ايوه طبعا، حواليه زخارف برضو. كل دلوقتي طبعا الفتره دي احنا عندنا كل الناس ماشيه في موضه البانوهات في بيوتها، فانت تقدري تملي البانو ده برسمه معينه، صحيح؟ هو البانو ده طبعا مغري جدا، فيه جداً. اكتر من حاجه. هو احنا ممكن ان احنا نرسم زيت، ممكن أيوة. نعمل يعني كانه منظر طبيعي. ايوه دي حاجة. ممكن حاجة تانية ان احنا بنعمل برضو زخارف. أيوة. وبنجمج فيها برضو ممكن ورد، ممكن منظر طبيعي بس بيبقى جوه اطار مثلا معين. ده برضو متاح. ممكن حاجة تانية السكالبتشر بينتينج ممكن يتعمل على الحيطة طبعا، يعني دلوقتي احنا ممكن برضو مساحة قدامك سهل ان انت تعملي فيها ده. بالظبط، يعني أكيد. ده طبعا بيرجع على حسب ذوق الكلاينت، يعني لو هي حابة حاجة بارزة برضو طبعا، لو احنا اشتغلنا بالمعجون وعملنا ورد برضو على الحيطة هيبقى حلو. طيب يعني انت بس مش تقدري تعملي لوحات او تعملي ساعات، لا نقدر نعمل كمان ديكور ثابت في البيت، بس ده طبعا بيحجم شويه على ما اعتقد، ان هو بيبقى ثابت مش سهل ان هي مثلا واحده تزهق من الشكل ده ان هي تشيله، صحيح؟ هو تبقى حاجه ثابته مش بتتحرك زي اللوحه، صحيح؟ تمام. هو ده بيبقى العميل بيبقى مخير او الكلاينت بتبقى مخيره من بين حاجتين، يا اما خلاص هنعملها في المكان ده، يا اما في حل تاني ان احنا ممكن مفيش اي مشكله خالص، ممكن الكانفاس هو اصلا يعني نتحكم في المقاسات بتاعته. صح. مش شرط ان احنا نعمل المقاسات دي، ممكن نعمل مقاس كبير جدا بعد كده طبعا عند حد بتاع براويز، هو المفروض بيثبته بيلزقه على خشب رفيع قوي. جميل. وبيثبت على الحيطه. جميل. فبيبان كانه رسم على الحيطه. برافو. فده انا شايفه برضو ان ده عملي اكتر طبعا، لان دلوقتي لو هي حابه تنقل اللوحه، لو حابه ان هي تنقلها تحطها في مكان تاني او تشيلها خالص سهله، او تشيلها خالص، او لو في اي مشكله صيانه مثلا او تصليح في الحيطه. جميل. تقدر ان هي تعملها، لو هي هتنقل مثلا بيت تاني او مكان تاني تقدر تنقلها، فدي برضو بتبقى رائعه. وممكن نتحكم باي مقاس، يعني ممكن نعمل متر و20 مثلا في مترين، ممكن يعني ممكن نتحكم بمقاسات كبيره، حيطه كامله تقدري تعمليها بالشكل ده. صدقي كده ده اسهل، لان احنا كنا زمان كنا بنلاحظ ان البيوت في الغالب يعني مثلا يجي حد، انا مش هقول ممكن يكون فنان، بعض الناس اللي ما درستش فن بيقدروا يعملوا ده بس بشكل مختلف. المهم ان هم بييجوا بيرسموا على الحيطه، فبتلاقي الناس بعد كده عايزه تغير، يوم جايين قلبين البيت كله عشان يدهنوه من اول وجديد. فطبعا الفكره اللي بتقولي عليها دي طبعا سهله جدا وعمليه قوي. طيب فكره ان احنا نعمل فازه تكون محطوطه في البيت وعليها برضو نفس التكنيك اللي هو بتاع اسمه صلصال السكالبتشر بينتينج. أيوة. اللي هو الورد الروسي. ايوه سهله ان احنا نعملها طبعا. هو ميزه في الورد الروسي ده، في ميزه في المعجون بتاعه ان هو بيلزق على اي سطح، يعني ممكن يلزق اي ماتيريال، يعني ممكن يلزق على الحيطه. أه. ممكن يلزق على الخشب، على الازاز، على مرايات، في ناس كمان بيعملوه على مرايه بيبقى رائع، بيبقى جميل جدا طبعا. فهو ميزه ان هو بيلزق على اي خامه. وممكن نعمل منه كونسول، بمناسبة المرايات بقى ممكن نعمل كونسول كامل، تقدري تعملي ده؟ ممكن، يعني ده متاح برضو. قلتيلي ان في حد بيساعدك في موضوع الخشب من التيم بتاعك برضو، بنرسله تحية. هو اسمه استاذ رمضان. ايوه. والحقيقه هو شغله نظيف جدا والفينشنج بتاعه نظيف قوي. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. هو اللي بيعمل لي الخشب، هو المفروض ده خشب اسباني سمك 18 ملي. انا بجيب طبعا بعمل سيرش رهيب على النت عشان اجيب ديزاينز. فانا اللي بعمل الديزاين وببعه بالمقاس اللي انا عايزاه، بعد كده بديها بقى الاستاذ رمضان عشان يعني ينفذ لي قطعه الخشب نفسها. ايوه. بس طبعا بتبقى خشب ساده خالص، يعني بعد كده هو بيدهاني، انا بصنفرها وبدهنها وبعد كده بعمل عليها الشغل بتاعي. عارفه يا بسمه انت بتتكلمي دلوقتي انا في دماغي حاجه تانية خالص، في دماغي واحده دارسه واستاذ رمضان اكيد مش دارس في فنون جميله، بس انت قلتي لي ايه؟ ان هو بيعرف يعمل شغل وشغله نظيف قوي.
فده حقيقي. مهم جدا، فده بيدل، لو بيدل على حاجه بيدل ان احنا عندنا كوادر في مصر وناس بتشتغل بايديها شغل تستحق فعلا ان هي تاخد فرصتها، وتستحق فعلا ان هي تتفاعل مع المشروعات الجديده زي كده. انت بالنسبه لي مشروع جديد، فكرته جديده، ما كانش زمان موجود، عندك افكار جديده مستحدثه في موضوع ديكور البيت، فانت استغليتي علمك ومهارتك في الرسم مع حد ايديه كويسه، فما شاء الله عرفتي تختاري الشخص الصح اللي قدر يساعدك انك تطلعي منتج بكواليتي عاليه بجوده. يعني بالنسبه لي انا ممكن لو انا مسافره بره في مكان الاقي حاجه زي كده اجيبها، لا ده موجوده عندي في مصر. ده حقيقي. فدي حاجه كويسه جدا. اختيارك للبراويز اللي بتقفلي بيها التابلوهات بتاعتك ده شيء مهم جدا بالنسبه لي. طبعاً. انا كاميره طبعاً. لو في لوحه بشتريها ساعات بيبقى اختيار شكل الفريم بتاع البرواز ممكن يدمر شكل اللوحه، انت بتختاريها بناء عن ايه؟ هو زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، هو فعلا البرواز بيودي اللوحه في حته تانية خالص. يعني هو اللوحه، يعني البرواز لو اللوحه حلوه البرواز كمان بيحليها احلى واحلى. أيوة. بس لو احنا اخترنا صح، يعني أيوة. لو احنا اخترنا البرواز اللي هو المناسب. فبالنسبه للبراويز هو دي احنا بنحددها برضو، نرجع تاني على حسب برضو الفرش وعلى حسب ديكور المكان. اكيد واللوحه كمان التابلو نفسه والالوان وكده. تمام صح. تمام. هو بس بالنسبه للوحه اللي هي الورد الروسي اللي هي في النص اللي فيها برواز ذهبي، هو الذهبي ده انا اللي عاملاه، يعني ورق ذهب انا اللي عاملاه في البرواز، هو كان برواز خشب. فانا اللي عامله الورق الذهب فيه، فما فيش اي مشكله برضو في شغلي، ممكن ادخل ورق ذهب عادي. يعني سواء كان في ساعات مش شرط في لوحات ابستراكت، يعني ممكن برضو في ساعات يدخل فيها ورق ذهب تبقى رائعه، تبقى جميله جدا. ممكن برضو ادخل ورق ذهب في البرواز برضو عادي جدا. بسمة انت اللي رائعه وانا مبسوطه بيكي قوي، حبيتك قوي 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 لما شفتك، وحبيت شغلك قوي قوي لما شفته. حبيت دقتك، وشفتي انت قلتي على استاذ رمضان ايدي نظيفه، انت كمان ايديك نظيفه ودماغك نظيفه وقلبك نظيف واخلاقك نظيفه. شكرا. فخوره. ميرسي. فخوره بوجودك معايا النهارده. انا اسعد. بتمنى لك التوفيق. طبعا لأي حد بيتفرج علينا دلوقتي اللي محتاج يتواصل مع بسمة، هتلاقوا طبعا الأرقام كالعادة ظاهرة عندكم على الشاشة والبيج بتاعتها، تقدروا تتواصلوا معاها وهي بنفسها بترد عليكم وتختاروا الأوردر اللي انتوا عايزينه، ومش هتلاقوا أحسن ولا أرقى ولا أشيك من بسمة في شغل الديكور واللوحات. نورتيني يا بسمة. شكرا. بتمنى لك كل التوفيق، واشوفك ان شاء الله على خير، ودايما دايما يعني محققه كل احلامك يا رب يا رب. ميرسي يا بسمه، نورتيني. شكرا. ميرسي. مشاهدينا الحلوين، هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني، فقره مميزه جدا، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل تاني مشاهدينا الحلوين مع فقرتنا الجميلة المميزة مع الشيف الجميلة نسرين سنادة اللي هتعمل لنا وصفة جميلة جدا من كندا. خلونا نروح لشيف نسرين ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. النهاردة بقى جايين نعمل مع بعض وصفة حلوة قوي، وكلنا بنحب صراحة ناكلها من برة، خلينا نقول معظمنا مش كلنا. يعني هنعمل النهاردة وصفة من المطبخ الصيني، نعمل chicken sweet and sour أو دجاج sweet and sour. هي مقاديرها سهلة قوي، والنهاردة هنعملها مع بعض كمان بطريقة بسيطة من غير أي تعقيد. يلا بينا نشوف مقاديرنا ايه. أول حاجة عندي هنا كيلو ونص صدور فراخ. بالنسبة للفراخ لو عندك وراك استعملي الوراك، ان الوراك بتبقى احلى بكتير من الصدور، بس انا بصراحة النهاردة المتاح كان الصدور. عندي هنا كوباية دقيق، نص كوباية نشا، ثلاثة بياض بيض، ورشة ملح، ورشة فلفل. وهنا عندي كوبايتين مية مش هنستعملهم كلهم لتتبيلة الفراخ. بالنسبة للصوص بقى، هنا عندي كوباية سكر أبيض، لو عندك سكر بني استعمليه بيبقى حلو قوي هنا كمان. نص كوباية كاتشب، معلقتين كبار صويا، وتلت خل. بالنسبة للصويا، في صويا فاتحة وفي صويا غامقة، الاتنين بيبقوا حلوين قوي المتاح عندك يعني. وبصراحة دي إضافة من عندي، أنا بحب أحط هنا مع الصوص ده شوية زيت سمسم. لو ما عندكش زيت سمسم
استغني عنه خالص، الوصفة مش هتبوظ أبدا يعني. بالنسبة للخضار أنا هنا مقطعة في الفلاية من كل لون، مقطعاها كروات صغيرة كده، ودول بصلتين برضو مقطعهم نفس التقطيع عشان تبقى شبه السويت اند ساور اللي ناكلها بالظبط من بره، هما يعني مش أشطر مننا. يلا بينا نبتدي مع بعض بالخلطة بتاعت الفراخ. احنا أول حاجة هنحط ايه، نسمن الله كده، حطينا كوباية الدقيق، النشا، ننزل النشا خالص، النشا بتبقى لازقة كده في الطبق، بعدين بياض البيض، وهنحط رشة بسيطة من الملح، مش هنكتر، ان الصوص اللي هنحط فيه الفراخ فيه صويا، وزي ما احنا كلنا عارفين ان الصويا شوية حادقة يعني، فبلاش نكتر ملح يعني. ورشة خفيفة برضو فلفل اسود، خلطهم بس كده شوية. هنا بقى هننزل بالمية شوية شوية لحد احنا عايزين هنا الدقيق، الخلطة دي اقصد يعني، تكون خفيفة مش تقيلة زي خليط الكرنبيت يعني، فعشان كده احنا هنبدأ ننزل شوية شوية من المية لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه يعني. احنا نحط ونقلب ونحط ونقلب كده يعني. احنا اول حاجة بنعملها الخلطة كده عشان نسيب الفراخ فيها شوية صغيرة لحد ما نعمل الصوص ونقطع الخضار وكل ده، تبقى الفراخ شربت شوية من التتبيلة دي الحلوة دي. احنا بصراحة تحية كبيرة للشعب الصيني على الاكل الحلوة قوي دي. بصوا بقى احنا كده خلصنا الخليط، انا عايزه بس اوريه لكم مش تقيل خالص زي خليط الكرنبيت خالص يعني، احنا عايزينه خفيف كده. احنا اول حاجه طبعا نروح منزلين فيه الفراخ، نحطها كده بقى شويه في التتبيله دي، ايوه هو ده اللي احنا عايزينه بالظبط. سيبها بقى كده شويه هنا، ونيجي بقى للصوص مع بعض. احنا اول حاجه نحط السكر، كاتشب، الوصفة دي حلوة قوي، الأكلة دي يعني حلوة جدا. أنا كتير بصراحة بحبها، كنت قبل ما أتعلمها يعني كنت بحب أكلها من بره يعني بصراحة، بس لازم الواحد بدل بيحب حاجة يتعلمها عشان بتبقى في البيت أحلى وأضمن وأطعم كل حاجة بصراحة يعني. نعم دي في الخليط، تمام. زي ما قلت لكم زيت السمسم اختيار يعني، بس انا بالنسبه لي بحب نكهه السمسم، زيت السمسم فيها قوي، فدي ترجع لي. ما عندكيش زيت سمسم ولا تفرق معاكي الوصفه، هتطلع زي الفل يعني. كده تمام، عملنا الصوص،
خضارنا متقطع، فراخنا بتتبل. دلوقتي احنا هنبتدي بقى نقلي الفراخ مع بعض وبعدين نشوف الخطوة الجاية ايه. دلوقتي احنا حطينا الزيت يسخن مع بعض، احنا عايزين الزيت يسخن كويس قوي، بس لما هنيجي نحط الفراخ هنهدي شوية عليه عشان احنا عايزين ان الفراخ تاخد لون حلو قوي، ونبقى متأكدين ان هي استوت كويس قوي من جوه، ان هي دي التسوية الوحيدة للفراخ، يعني مش هترجع تستوي تاني، فلازم نبقى متأكدين كويس قوي ان الفراخ استوت يعني. ونصيحة، بلاش نملى الطاسة قوي علشان نتأكد قوي ان الفراخ استوت يعني. دلوقتي ده ان شاء الله لما تعملي الوصفه دي ولادك لما يرجعوا من المدرسه هيعرفوا ان ماما اشطر من الصينيين نفسهم يعني. بألف هنا على قلبهم يا رب. لما بقى نبتدي نحمر الفراخ ونتاكد انها استوت، احنا حابين نطلعها على مصفى او راك او كده يعني، بلاش على مناديل المطبخ علشان تفضل مقرمشه وكريسبي كده يعني. هنزود بقى اكتر من كده علشان نتاكد بس ان الفراخ استوت يعني. هي مش هتاخد على النار اكتر من 4-5 دقايق، مش اكتر من كده يعني، ان احنا مقطعينها صغير فبتستوي بسرعه. كده تمام، هنستنى بقى نطلع دول وارجع لكم تاني بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، حمرنا الفراخ وعطتنا اللون الذهبي الحلو ده. لما الفراخ تدينا اللون ده تتاكدوا ان هي تمام استوت وبقت تمام خالص يعني، تبقوا مطمنين يعني. دلوقتي احنا هنعمل ايه بقى؟ الصوص اللي احنا عملناه هننزله كده، بعدين ننزل بقى الفلفل. بس عايزه اقول لكم الفلفل والبصل والحاجات دي احنا مش عايزينها تاخد وقت على النار كتير، ان احنا عايزينها تفضل كرانشي يعني ما تطراش خالص يعني. فهي بس هنخلطها شويه في الصوص وبعدين ننزل عليها الفراخ، تاخد لها يا دوب دقيقه دقيقتين مش اكتر من كده، وبعدين نغرفها. خليكم معايا بقى كده نشوف هنعمل ايه. دلوقتي هنقلب بس، لو اوصف لكم الريحه عامله ازاي بجد خطيره يعني. تقليبه كده مع الصوص كده، يا سلام، ده خلاص هننافس الصينيين. ايوه ننزل بقى
سامعين قرمشة الفراخ؟ سلام. تشرب كده شوية الصوص ده، مجرد دقيقة دقيقتين مش أكتر من كده. بجد ريحتها مش طبيعية مش طبيعية. هنسيبها بس دقيقتين وارجع لكم بقى نقدم نغرف الطبق الجامد قوي ده. ورجعنا لكم بعد الفاصل بعد ما غرفنا الاكله الحلوه دي. مش قادره اوصف لكم ريحتها عامله ازاي، وانا متاكده ان هي اكيد هتعجبكم وانها احلى واطعم بكتير من اللي بناكلها بره. انا النهارده عملت معاها رز ابيض مسلوق عادي خالص ونودلز، وكمان عملنا سبرينج رول، وعملنا كمان عصير ليمون بالنعناع. بما ان كلنا عارفين ان البرد منتشر قوي الفتره دي، ربنا يشفي اللي تعبان ويحفظ الجميع يا رب. اتمنى ان حلقه النهارده ان شاء الله تكون عجبتكم. اشوفكم على خير باذن الله الحلقه الجايه. شكرا ليك يا شيف نسرين على الوصفة الجميلة اللذيذة. زيك وتعالي بقى، وحشتينا ومستنينك في الاستوديو بتاعنا في قناة هي وبرنامج سر الحكاية. مشاهدينا الكرام، كده تبقى خلصت حلقتنا النهاردة. انتظروني في حلقة جديدة وأسرار كتيرة في سر الحكاية.